ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج السور هنتكلم النهارده على اهم الاشياء الساره المتعلقه بشهر نوفمبر لعام 2022. مبدئيا كده احنا عندنا في خلال الشهر ده في كتير من التغيرات المتواجده نتيجه تاثير الشمس ونتيجه تغيرات متواجده ببرج يعني كوكب عطارد موجود ببرج العقرب اول 10 ايام، كوكب الزهره موجود ببرج العقرب اول 15 يوم، في حين ان النقاط دي بالنسبه لنا هتؤثر كتير في امور ايجابيه. طيب خلينا نتكلم كده على بدايه الاشياء الساره. اولا ان هيكون في رجوع بشكل كتير قوي. الرجوع يحتمل معنيين، اولا رجوع عاطفي، يعني في اخبار عاطفيه هتكون جيده جدا جدا متعلقه بان الماضي بيصلح علاقته معانا او في تصالح في الامور العاطفيه بمعنى اصح. في رجوع في بالنسبه لك بعد مشكله او اشخاص تدخلوا سلبيا في الامور العاطفيه الى انك قادر على لملمه الوضع العاطفي، وكمان الحبيب بالنسبه لك هيبقى بيساعدك على الاطار ده جدا. فاذا هيكون في ان انت قادر على انك انت تحافظ على العلاقه العاطفيه، قادر على انك تصلح العلاقه العاطفيه، لانك هتكون كتير مهتم بنفسك، مهتم بشكلك، وده هيخلي الحبيب يكون عارف فكره كده انه يلوم نفسه ويعاتب نفسه جدا في ان هو يبقى عايز يقرب منك، عايز يصلح، عايز ان هو يشتغل على نفسه عشان تبقى العلاقه فيها ود اكتر، ترابط اكتر. فده بالنسبه لك المتواجد جدا، فهيكون في نسبه رجوع قويه. في كتير من الاخبار الساره المتعلقه بتحسن في الشان العاطفي او نسبه مواليد، ان هيكون في مواليد، والمواليد دي هتبقى قد ايه بتاثر على ان العلاقه العاطفيه يبقى فيها ترابط اكتر، يبقى فيها محبه اكتر، يبقى فيها كتير من المشاعر الافضل. فده بالنسبه لي برج السور جدا. فبرج السور الاجواء العاطفيه اولا فيها تحسن هايل كتير، خاصه اول 15 يوم. طيب بالنسبه يا برج السور النقطه الثانيه اللي تعتبر برضو من ليها علاقه بناحيه الرجوع، ان في اشخاص ظلموا، اشخاص جرحوا، اشخاص اتكلموا عليك، اشخاص قد ايه كانوا عارف فكره اللعاب فيك قوي قوي، هو خلال الفتره دي هو عايز يصلح معاك جدا. فاذا يا برج السور في اشخاص هيبقوا عايزين ان هم يصلحوا معاك، عايزين ان هم يتقربوا ليك جدا، عايزين ان هم عارف فكره كده اللي هو كانك احلوت في نظرهم مره واحده، عندك ده قوي. فبرج السور هيكون عندك رجعه من اشخاص، قد ايه الاشخاص دي هم شايفين ان انت حاليا بقيت افضل، بقيت احسن، فعايزين ان هم يشتغلوا على توطيد العلاقه معاكم جدا، ان يرجعوا صداقتهم، ان يرجعوا علاقات عائليه كمان، لان الوضع العائلي على قد ما كان في مشاكل في تصالح، فهيكون في اشخاص كتير عايزين يصلحوا معاكم العلاقات العاطفيه العائليه. فاذا دي هنا في رجوع وتحسن علاقات. طيب النقطه الثانيه بقى ان برج السور انتوا هيكون عندكم يا اما داعمين يا اما مدعومين، تمام؟ فانتم اولا هتكونوا داعمين لبعض الاشخاص، فالدعم اللي انتوا يعني هتقفوا بجانب اشخاص، فكره انك تقف جنب حد دي هتكون قد ايه مسانده لنفسيتكم قوي، وهتخلي عندكم كمان ان انت في اشخاص قد ايه هيبقوا حابينك، اشخاص هيكونوا بيتعاملوا معاك بصوره كتير ايجابيه، اللي هو ان انت شخص مميز، ان انت شخص بتقوم بعمليه انسانيه، فبالتالي هيكون عندك قدر احترام كبير جدا، او ان في اشخاص كتير هتتكلم عليك بصيغه ايجابيه، او الشخص اللي انت هتقف معاه وهتدعمه هيكون قد ايه بيتكلم عنك بصيغه ايجابيه، بيتكلم عنك بشكل كتير لطيف، هيكون ان هو بيميزك امام الاخرين. عارف لما تيجي تقف جنب حد ويجي حد ده يقول لك ايه، والله فلان هو اللي وقف جنبي وسندني وساعدني والجو ده كله، فعندك ده جدا يا برج السور. طيب ان كمان انتوا هتكونوا مدعومين، ما هو انتوا داعمين ومدعومين خلال طيله الشهر، فهيكون بالنسبه لنا ان في حالة دعم رائع جدا جدا موجهة لبرج السور، اشخاص هتدعمكم سواء بنصيحة، سواء بفكر، سواء بمصلحة بتتقضى ليكم. فبالنسبة لك يا برج السور هيكون حرفيا عندنا في اشخاص هم عايزين قد ايه ان هم يساعدوكم، يقفوا معاكم، بيدعموكم، حتى الدعم ده لو متعلق بنوع من انواع الطبطبة. فدي نقطة كتير هتلاقوها متواجدة يا برج السور خلال الشهر. النقطة اللي بعد كده ان احنا هيكون عندنا الوضع الصحي، الوضع الصحي هيبقى افضل كتير، في تحسن في الشأن الصحي، في معالجة صحية، في اهتمام بالصحة جدا جدا. اهتمام بالصحة سواء الصحة الظاهرية او الصحة اللي هي الجسدية، الصحة الظاهرية المتعلقة بالشكل والمظهر، المتعلقة بالشكل الجسدي، متعلقة من الاخر كده انك انت تشوف نفسك تبقى راضي عن نفسك جدا، تقول انا معجب بنفسي، فده هيكون متواجد جدا جدا عندك يا برج السور. النقطة الثانية
الصحة الجسدية، ان هيكون عندك اهتمامات لصحة جسدية، يعني اهتمام بزيارة طبيب، معالجة امر ما، ضغط على صحتك في حاجة معينة، لا انا بهتم بيها، ففي اجراءات صحية، متابعة صحية. طيب بالنسبة يا برج الثور للنقطة اللي بعد كده، ان هيكون في برضه في الوضع الصحي، ان هيكون عندك اشخاص عندهم مشكلة صحية سواء من المقربين ليك او غير، فهيكون عندك ان انت بتهتم بالشخص ده، بتهتم بتفاصيله، بمعالجته، بتدعمه نفسيا عشان صحته، في عندك مواقف داعمة لصحة فرد من المقربين ليكم جدا، فالنقطة دي هتقابلوها كتير. طيب زي ما قلت لكم ان هيكون في تصالحات عائليه، لا كمان في تصالحات مع قبل الاصدقاء او من بعض الاصدقاء، يعني اشخاص هم بمثابه اصدقاء، هيكون كان في خلاف ما بينك وما بينهم، في مشكله، في مشاكسه، ان احنا مش متقاربين مع بعض جدا، الا ان خلال الشهر ده بيزيد من عمليه الترابط اكتر، من عمليه التصالح اكتر، فبيحصل فيه تقارب، بيحصل فيه تصالح، بيحصل فيه انسجام في العلاقه، فاذا بيكون في كتير من الرجوع لعلاقات صداقة. طيب بالنسبة يا برج الثور للنقطة اللي بعد كده، احنا عندنا عملية انتقالية، كتير منكم هيكون عنده انتقالة متعلقة بسكن، انتقالة متعلقة بوضع مهني، انتقالة ليها علاقة بسفر، فهيكون في انتقالة متواجدة لأصحاب برج الثور. الانتقالة دي قد ايه انها هتسعد نفسيتكم بشكل كتير قوي، انتقالة حياتية، ممكن كمان ان احنا من اتفاق لخطوبة، في زواج، لان في وضع عاطفي كتير جيد هتكلم عنه دلوقتي، بس الفكرة كلها ان في انتقالة عاطفية، انتقالة مهنية، انتقالة سفر، انتقالة لسكن اخر، ده في حد ذاته هيضيف لنفسيتكم جدا. وعارف فكرة كده زي ما بيقولوا عتبة خير، او مولود جديد وشه حلو علينا، او حاجة جديدة وشها حلو علينا، بالظبط ده المتواجد عندكم جدا، ان يا برج الثور هيكون في انتقالة لحدث ما او لشيء جديد في حياتك بيطرق، ده هيأثر كتير على نفسية ايجابية، وهتحس كتير ان في بشرة خير، او ان دي بشرة خير قادم من وراها خيرات كثيرة. الوضع العاطفي في كتير من الاخبار السارة من ناحية العاطفية، لان هيكون في فعلا اتفاقات عاطفية، في خطوبة، في زواج، انا اتكلمت على الرجوع والمنفصلين، لكن بالنسبة لي البدايات، في بدايات شديدة جدا او عديدة جدا، اتفاقات، خطوبة، زواج، نسبة مواليد عالية جدا للناس المجوزين، فاذا الوضع الخاص بالعاطفة قد ايه هنسمع من الاخبار السارة امر جيد. النص الاول عامة من الشهر هو كله رائع ومميز وايجابي جدا جدا جدا، ده بالنسبة لي النص الاول مليء بالايجابيات ومليء بالاشياء السارة. برج الثور احنا هننتظر فيديو النصايح، لان برضو عندنا نصايح كتيرة، زي ما عندنا اشياء سارة كتير عندنا نصايح كتير، وفي نفس الوقت يا برج الثور زي ما احنا بنملك نقاط ايجابية ونملك اشياء سارة، احنا المفروض يكون عندنا كده لغة التفاؤل، يعني لازم تكون شخص دايما عندك حب للحياة ومتفائل عشان تعمل طاقة جذب للايجابية. والنقطة التانية انك تكون حذر من الاشخاص الحقودين او الاشخاص الحاسدين بحياتك، لان دول ما اكثرهم، وده هيأثر كتير على ان ممكن يتصنع هذا الامر سلبية عليكم جدا. عامة انا مش عايز اطول عليكم، في فيديو النصايح هنتكلم على كل نقطة ليها علاقة بالامر ده، وازاي ان احنا نحافظ على الايجابيات بشكل متكامل. بشكركم جدا، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في قناة تفعيل الجرس. سلام.